ضيفنا الآن من الشباب العماني المثقف اللي له العديد من الاهتمامات، يكتب شعر ويعد ويخرج برامج تلفزيونية، وله اهتمامات في المسرح و و وإلى آخره. نرحب طبعا بالأخ العزيز عبد الله البطاشي. عبد الله مساك خير وكل عام وأنت بخير إن شاء الله ورمضان مبارك. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير، فرصة سعيدة أن نتواجد اليوم معكم في هذا المسرح. أنا أسعد بأمانة، وتحية أيضا أوجهها لأخوك الفنان المخرج جاسم البطاشي اللي أكيد قاعد يتابعنا الحين ويتابع إن شاء الله. نتمنى الله يسلمك. أكيد عبد الله، يعني من خلال ما أنا قلت ما شاء الله أنت عندك العديد من المواهب، تخرج وتعد برامج وتمنتج وتكتب قصائد شعرية ولك اهتمامات مختلفة. خلينا نبتدي بتجربتك للأفلام القصيرة، متى بديت عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بداية مع الأفلام القصيرة بداية يعني ربما تكون نوعا ما مبكرة، يعني في نهاية التسعينيات تقريبا كنا نشتغل على مجموعة أفلام، على مجموعة أفكار في تلك الفترة، ولم نكن يعني نشارك في مهرجانات، وأيضا في السلطنة لم يكن هناك متنفس أو مهرجان مختص بالأفلام القصيرة. نعم. ومع مرور الوقت يعني والاشتغال على هذا الجانب اكتسبنا المعارف وبدأنا نطلع على تجارب الآخرين، وبدأنا يعني نهتم بالمشاركة في بعض الدول المجاورة المختصة أو التي تنظم مهرجانات للأفلام القصيرة. فبعد ذلك استمرينا، وبعد ذلك وجد هنا مهرجان للأفلام القصيرة في السلطنة، فتواصلت المسيرة. يعني إيش المواضيع اللي كنت تركز فيها من خلال، وخصوصا أنت شو المواضيع اللي تركز فيها من خلال الأفلام القصيرة، شو تحب تطرح من خلالها؟ هو طبعا الفيلم القصير يستوعب كل الأفكار تقريبا كل الأفكار، ولكن بطبيعة الحال هو له مواصفات وصفات محددة للفيلم القصير، من ضمنها تكثيف الفكرة. يعني أيضا الفيلم القصير يستوعب مسألة التجريب على مستوى الفكرة، التجريب على مستوى الإخراج، التجريب على مستوى حركة الكاميرا، حركة الممثل، يعني مناقشة قضايا اجتماعية، ولكن في يعني بشكل مغاير حسب مواصفات الفيلم القصير. يعني نعم، هاي بالنسبة للأفلام القصيرة. أيضا لك تجربة أخرى اللي هي كتابة الشعر والقصائد الشعرية، تكتب شعر فصيح ولا نبطي؟ أنا أكتب الشعر بشقي، الفصيح والنبطي، وأيضا أكتب القصيدة الحرة، الشعر النثر. بدايتي كانت من خلال كتابة الشعر الفصيح في البداية، ومع التجارب والاحتكاك ب يعني الانفتاح على فضاءات الشبكة العنكبوتية، وأصبحت الوسائل يعني الطرق قصيرة جدا في التعرف على تجارب الآخرين. بعد ذلك حاولت أن ابتعدت عن الساحة في تقريبا بداية يعني في منتصف التسعينات تقريبا 95 ابتعدت عن الشعر، فبدأت أوظف القصيدة في كتابة النص المسرحي. النص المسرحي يعني توظيف المفردة الشعرية أو الصورة الشعرية من خلال كتابتها أو تضمينها في النص المسرحي. فكانت بعض التجارب لم تلاقي النجاح، ولكن في النهاية يعني بدأ الاعتراف بهذا النوع من المسرح. ولا أعني المسرح الشعري معروف، ولكن أتحدث عن الشعر النبطي، يعني محورة القصيدة الشعرية وتضمينها في نص مسرحي. نعم، نحب نضيفك القهوة. تفضل عبد الله، خذ راحتك. أنا مشكور. تسلم. بما أنك تكلمت عبد الله عن المسرح ودخلت في هذا المضمار وهذا الموضوع، أيضا أنا بنركز أنه أنتوا جدا أقلية الأشخاص اللي يكتبوا نصوص للمسرح أو لا. كتابة النص بالمسرح جدا أقلية، ما يعني نقدر نعدهم بالأصابع. ليش؟ إيش هو السبب في رأيك؟ أحسنت. شكرا. أحسنت يا محمد، تسلم. بالعكس، في رأيي القلم المسرحي الشباب العمانيين متواجدين في كتابة النصوص. طيب وين هالمسرحيات إذا كانوا هم متواجدين عبد الله؟ هو يعني المسألة لا يمكن اختزالها في وقت ضيق، ولكن يعني بشكل عام هم متواجدين، ولكن ربما يعني المسرح ايضا كحاله كحال دراما عندنا موسمي، مو توقف فقط على المهرجان الوحيد الذي تقيمه الوزاره.
إذا كان هناك هذا المهرجان فالجميع متواجد، وإذا توقف المهرجان مثل بعض السنوات يعني تأخر سنتين أو بعد 3 سنوات دخل الجميع وشارك بنصوص المسرحية. وأنا في تصوري الشباب العمانيين الذين يكتبون في المسرح يعني متطورين، قلمهم متطور ولديهم أفكار طليعية في من خلال ابتكار الأفكار ومن خلال معالجة المواضيع، وحتى في المجال الإخراج يعني الشباب العماني متمكن في هذا المجال. نذكر أسماء المسرحيات اللي قمت بها عبد الله، وأيضا اللي شاركت أتوقع في كم مسرحية شاركت في مسابقات معينة. كثير حقيقة من النصوص، يعني ربما لدي مسرحية اليمين، مسرحية الناقوس، أعتقد في السنة من السنوات أنت مثلتي في هذه المسرحية الناقوس في بداية في 2000 تقريبا بالضبط. مسرحية الكهف، الليلة الباردة، مسرحية شباب بلا زورق ما شاء الله، مسرحية كثير من النصوص يعني آخرها تقريبا. أنا ما قلت لك قبل شوي أنك أنت متعدد المواهب، يعني ما شاء الله عليك من المسرح. طيب بما أنك أنت جبار الدراما، إيش الأعمال اللي تابعها كونك أنك أنت الآن في هذا المضمار كمخرج كمعد أيضا برامج تلفزيونية وغيرها، إيش الأعمال اللي تحب أنك تشوفها؟ درايش، زينب، المطر، إيش رأيك فيهم؟ والله أنا أولا بشكل عام أنا متابع جيد للدراما العمانية. حلو. يعني صحيح أن الوقت ضيق بحكم العمل وانشغالنا في فترة رمضان، جاسم يشتغل عمل تلفزيوني وكنا يعني نصور خلال هذا الشهر والمنتج شكله معذبنك جاسم خلال هاليومين. يعني هو يصور في النهار ومعذب الشباب اللي معاه وأنا لغاية الصبح في المونتاج، فقليل ما يكون يعني أكون متواجد، ولكن أحاول بقدر الإمكان أني أتواجد، أني أعطي الأولوية لمشاهدة العمل الدرامي العماني. والعملية عملية مهمة للتعرف إلى أين نحن وصلنا، إلى أيضا الاستفادة من أخطاء، يعني إذا كانت هناك أخطاء للأخوة. طبعا لا يوجد عمل فني متكامل، ولكن نحن نقول كل عمل له هنات. يعني إذا كنا نتحدث على سبيل المثال ناخذ بالتفصيل، يعني كذا على عجالة، على عجالة، يعني مثلا درايش يعني لديه مشاكل في في تقنية كتابة النص. طيب أيضا يقع للمرة الثالثة في مطب اختيار الممثلين للعمل الكوميدي. ليس من السهل إضحاك انتزاع الضحكة من المشاهد، من السهل أن تبكي المشاهد بموسيقى ومشهد بسيط، ولكن الصعوبة تكمن في اختيار الممثل الكوميدي. تأتي بممثل توقف أمام الكاميرا قبل لا يتكلم أنت تضحك، وتفرق المسألة بين تجيب شخص وتحاول تفرضه كممثل كوميدي ويكون يعني. طبعا كلهم أخوة أصدقاء وحبايب، وأكيد هم تعرفوا على هذه المشاكل من خلال شو اسمه. أيضا أنا معجب جدا بنص زينب. نص زينب يعني على مستوى الفكرة، أستاذ أحمد الأسكي قدم هذا النص بمستوى يعني نحن نتحدث أدبيا، وإخراج محبوب أيضا أستاذ محبوب، وإخراج أستاذ محبوب عمل إلى الآن، ولكن الكون ميولي أنا أكثر في 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 التأليف. يعني النص مكتوب بتقنية جميلة جدا، وتكاد تكون هذه التجربة بالمناسبة مع مطالعتنا لأعمال الدول المجاورة وربما حتى الأعمال العربية، قلما نجد مثل هذه الفكرة في أن تتناول قصة تدور خلال يوم واحد في 30 حلقة. الوقت قاعد يداهمنا عبد الله، يعني والله وكلامك ترى يعني جدا رائع. أنا أبي أتكلم عن شغلة، أنك أنت أيضا عضو مشرف بالسبلة العمانية، نعم، وخصوصا على الفن والإعلام. أنا أحب أسأل من يحب يرتاد هذا المكان، ومن أهمه بالضبط، وإيش رأيك بالكلام اللي ينكتب من قبلهم؟ كل الناس تدخل. اليوم الشبكة فضاء مفتوح، الشبكة فضاء مفتوح، وكل الناس تدخل، يدخل الطفل ويدخل الشاب ويدخل المسن وكل الأطياف تدخل. ولكن هناك نماذج يعني معينة، يعني هناك كتاب جيدين في المنتديات الواحد يستفيد منهم، يقدموا أطروحات، وهناك ناس تخصص. هذا هو احنا اللي قاعدين نلاحظ اخوي عبد الله، انه نسبة الناس اللي يدخلوا بالسبلة وخصوصا في الفن والاعلام 80% عندهم فقط نقد،
ينتقدوا بدون ما يكون ينتقدوا كل شيء، خليني أكون صريحة ولا تزعلوا مني، ينتقدوا كل شيء بدون ما يفكروا المجهود اللي قاعد يصير. ولو كان في مقارنة بين برنامج وبرنامج أو مسلسل ومسلسل وشوي وتفكروا في المضمون فيه، ترى في فروقات مختلفة، في جوانب جيدة، في أشياء جيدة. صحيح. أنت شو رأيك؟ هذا الكلام صحيح، نكون شفاف يعني نتعاطى بشفافية مع الموضوع، هذا موجود وهذه المسألة نعاني منها أنا كمشرف وأيضا الإدارة. مع أن القانون العام لهذا الموقع سبلة عمان يحذر ويمنع من التشهير والإساءة للآخرين ويشجع على أن يكون النقد نقد يعني أيا كان نوعه سلبي أو إيجابي، ولكن يقدم بطريقة حضارية لا تشهر بشخص ما، ويعني زوجته تقرأ وأهله يقرأ وأولاده يقرأ وأنت تنكل به، ويعني تستخدم مفردات جدا يعني غير طيبة، جارحة بدون يعني جارحة ما يفكر يعني بالضمير أيضا. ولكن بقدر ذلك هناك أقلام في هذه المنتديات نحترمها ونقدرها، نحترمها ولها أسلوب جيد في التعاطي، وبالعكس تقدم رسائل وتكتب مواضيع وتقدم أطروحات هادفة تخدم المجتمع يعني وتنقد يعني ما شرط أنها تمدح، تنقد نقد سلبي وتخرج بأخطاء وتقدم هذه الأخطاء، ولكن في المقابل هي تقدم مقترحات، هي لا تنسف جهود الآخرين، هي تقدم مقترحات وتثني يعني مكان وتظهر مكامن الضعف، وهذا حق يعني لا حد يعني. طيب عبد الله، امس كان عندنا لقاء بصراحه يشرفنا مع معالي يوسف طبعا بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيه كان معنا امس، فاحنا عرفنا ان انفتح باب وفتحت صفحه وكانوا في اشخاص كانوا يعلقون، نبي نعرف وهناك اعداد كبيره دخلت، تقدر تقول لنا كم العدد تقريبا، ايش الاخبار؟ انا لحقت على الموضوع حقيقه، ما تابعت اللقاء. نعم. ولكن بعض الاخوه في قسم الاشراف تناول الموضوع فتوجهت إلى الموضوع، فكان إلى اليوم تقريبا إلى اليوم الظهر ما يقارب 5000 زيارة، ما شاء الله 5000 زيارة، 5000 إنسان دخل الموضوع، وكان الموضوع في قام الأخوة بربط الموضوع يعني يشاهدون البرنامج وينقلون الأحداث كتابية على الهواء، يعني اللي يتابع برنامجنا بنفس الوقت بنفس الوقت يكتبون يعني بتواصل، معالي الوزير قال كذا، ومعالي الوزير أشار إلى كذا، ومعالي الوزير وضح كذا، وكان هناك تواصل وتفاعل للموضوع يعني وفي مشاركات عديدة، وهذا دليل على أنه يعني هنالك تواصل، أنه هذه الأعضاء في هذه المنتديات متابعين جيدين الحمد لله. ولكن يعني الإنسان يقول أن الواحد يتعاطى مع حرية التعبير، ما لازم أن الشخص يعني يقزم في الآخرين ويحتقر في يحتقر الآخرين، ولكن يقدم الكلمة الطيبة. احنا نتمنى لك كل التوفيق عبد الله في كل المجالات اللي طبعا انت موجود فيها وكل الهوايات، لربما لو كان عندنا وقت ترى تكلمنا عن هوايات ثانية، بس عموما ان شاء الله نشوفك باذن الله تعالى في الايام القادمة ولقاءات الاخرى. نورتنا ويعطيك العافية، وتحياتي لاسرتك الطيبة ان شاء الله، ورمضان كريم باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا لك، تسلم يا عبد الله، تسلم.